من على أرضها، ولكونها موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط، دائما ما تبرع حلبة البحرين الدولية في احتضان متنوع المهرجانات التي يشتعل فيها لهيب منافسات سباقات السرعة، ليملأ سماء محيطها هدير محركات السيارات الذي يصم آذان المتابعين عن بعيد ويشغل فكرة واهتمام الناظرين عن قريب، ليضعهم في قلب مغالبة محترفي جولات السباقات وما تؤول إليه مراكزهم بين الثانية والأخرى. أنظار العالم ستتجه صوب مملكة أرض الخلود، فمن بين 5 سباقات عالمية كبرى استطاعت كما هو المعتاد حلبة البحرين الدولية على احتضان 3 بطولات عالمية المستوى في آن واحد، كبطولة التحمل WEC وعالمية الكارتينج OKOK جونيور، إلى جانب السباقات المساندة المتمثلة بكأس تحدي البورش GT3 الشرق الأوسط والبطولة الدولية MRF. فرصة الواحد يشوف من سباقات الانديورنس أو الست ساعات إلى الكارتينج، والصغار عندنا 150 متشارك في الكارتينج، حوالي التوتل 268 شخص اللي سابق معنا، 1000 ميكانيك وناس اللي يساعدونهم. فبطولة كبيرة، برامج ترفيهية يعني حلوة للجمهور. عندنا 3 سباقات مع بعض، فهذه شوي حط نوع من الضغط على الستاف في البي اي سي، بس الحمد لله هم قدها وما شاء الله يعني كل شيء ماشي. إمكانات ذللت جميعها من أجل الخروج بمهرجان يستحق العلامة الكاملة، وسواعد بحرينية استطاعت أن تكون هي الجوهرة الأنصع في سماء هذا العمل المنظم الذي يضمن ديمومة شروق شمس منافسات السرعة على الحلبة الأكثر جمالا والأفضل على مستوى البنية التحتية، وتصميم أبرز ما يميزه تلك الانحناءات والتعرجات التي تزيد من حدية المنافسة. الدعم اللي نحصله من قبل جميع الوزارات الحكومية، من الوسائل الإعلامية المرئية والمقروءة والمسموعة، طبعا هذه كلها تؤدي إلى إنجاح الفعالية نفسها. احنا في البحرين الحمد لله الحين أنا أقول لك حالياً إحنا ندير سباقين مع بعض، سباق في حلبة البحرين الدولية وسباق في حلبة البحرين الدولية للكارتينج بإدارة بحرينية، يعني 99% خلنا نقول بحرينية. بحرين أثبتت من سنة 2004 أول ما انشأنا هذه حلبة السباق الموجودة أن البحرينيين والشباب البحريني بالذات هم قادرين أنهم ينظمون هالسباقات العالمية وعلى مستوى عالي. فعالية هذه احنا مفتخرين فيها كون مملكة البحرين قامت بالشيء هذا. سباقات دولية تحظى بمتابعة ممارسي وعشاق رياضة السيارات، فهي من تحتل المكانة العالية على المستويين التنظيمي والفني، ولما توفره من ساعات نهارية وليلية تكون مليئة بالتحدي والتشويق، فضلا عن فقرات ترفيهية مصاحبة وضعها المهرجان ووجهها لتناسب أذواق جميع أفراد الأسرة، التي من شأنها أن تميز جولة البحرين عن غيرها وتمنحها الطابع الخاص. في حلبة البحرين الدولية موطن سباق السيارات السريعة، تجد الإثارة والندية وحسن التنظيم الذي بات يعطيها الحق دوما في استضافة مختلف منافسات السرعة التي فرضت نفسها على خارطة كبرى السباقات العالمية. لتلفزيون البحرين محمد رشيدات.